وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي محمد السبتي. أستاذ محمد، نرحب فيك. أولا، كيف تابعت هذا الاتفاق النووي وما أهميته بالنسبة للمجتمع الدولي؟ يعني بلا أي شك أن اللقاء ثم ما تبعه من اتفاق أقل ما يقال عنه أنه جريء كما وصفه أحد القياديين الكوريين. هو بلا أي شك اتفاق جريء في وقت حرج يعاني منه العالم في كثير من بقعه من توتر، لعلها تنذر بحرب عالمية. لذلك تابعته كما تابع العالم عموما بهذه الجراءة التي وصفتها قبل قليل. أظن أن هذا أقل ما يوصف به مثل هذا الاتفاق. إذن ما انعكاس هذا الاتفاق برأيك في حال تمت ترجمته على أرض الواقع؟ انعكاسه واضح. اليوم يخف العالم بقعة من بقع التوتر، شديدة التوتر. يعلم الجميع أن الكوريتين بعد 65 سنة من توتر وهدنة بعد آخر حرب كانت بينهما، التوتر كان في حده الأعلى في كوريا لما تملكه كوريا الشمالية من صواريخ نووية ولطبيعة النظام الحاكم في كوريا الشمالية. لذلك أظنه سوف ينعكس إيجابا على كل بقع التوتر سواء كانت في الشرق الأوسط أو في غيره. لا بد أن ينعكس مثل هذا الاتفاق ومثل هذا اللقاء بداية بإيجابية على كثير من بقع التوتر. دعني سيدي الفاضل هنا نشير إلى ما كنا نشير إليه، يعني دائما نقول دائما أن السلام اليوم أرخص من أي وقت سوف يأتي. السلام فعلا في أي بقعة من بقع التوتر هو أرخص اليوم من غد وأرخص اليوم من بعد غد. ليكن لنا درس في هذه الحرب الباردة التي كانت بين الكوريتين. نعم. قرابة 65 سنة صرفت وبذلت هذه الدول كثير من الأموال وكذلك دول العالم والقوى العالمية. كانت بقعة توتر تهدد باندلاع حرب عالمية في أي وقت، ثم عاد الجميع إلى طاولة اتفاق ووقعوا معاهدة سلام. أستاذ محمد، نعم، هل تتوقع أن يكون نجاح الاتفاق بمثابة حافز إضافي للضغط على إيران أيضا لثنيها عن البرامج النووية؟ وبلا شك كذلك، بدليل مثال بسيطة. اليوم يعلم الجميع أن هناك لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي والرئيس الكوري الشمالي في شهر مايو القادم. كما يعلم الجميع أن أمريكا وضعت حدا لإيران والدول الأوروبية حتى تتخذ يعني قرارها بالنسبة للسلاح النووي الإيراني. أظنه بلا أي شك هي يعني تضييق للدائرة على إيران دوليا حتى تنتهج مثل هذا النهج كما فعلت كوريا وغيرها. نعم، ما كان معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي محمد السبتي، شكرا جزيلا لك.